تفضلوا استريحوا. السلام عليكم، برحب بكم جميعا، سعيد بوجودكم معانا هنا النهارده. اليومين النهارده وبكره وبعده ان شاء الله هنحكي حكايه بلدنا. كان في حوار وطني احنا اطلقناه من السنه اللي فاتت، قلنا نتكلم ونسمع بعضنا. النهارده احنا هنحكي لكم الحكايه بتاعت مصر من 2011 لغايه النهارده، لان ده مهم قوي ان انتوا تعرفوا. مش اكيد انتوا عارفين ومتابعين يعني، بس احنا هنقول لكم من منظور الدوله، من منظور يعني ايه دوله وكانت بتقابل تحديات كبيره. التحديات دي كانت كفيله زي ما انهي الدول لغايه دلوقتي ما وقفتش على حالها لغايه دلوقتي. انا بكرر الكلام ده كتير، فالناس تقول لك بتكرره كتير ليه؟ للتذكره، عشان أنا قدام ربنا أقول له قلت وكررت بدل المرة 100 مرة. البلاد ما بتعيش وتنمو وتكبر كده، لا، بتكبر وتنمو بعمل وشقة وتضحية وإخلاص وأمانة، مش كلام. فأهلا وسهلا، كان لازم تبقوا موجودين معنا، سعداء بيكم.